أستاذ بصراحة كيف تقرأ التضارب في تصريحات اللجنة المالية؟ قسم يقولون أكو تعيينات ولم تتوقف ولو لسنة واحدة، والقسم الآخر يقول لك لا ماكو تعيينات. نعم، بدأت حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الكرام، حياك. واقعا لا بإمكان اللجنة المالية البرلمانية ولا بإمكان أي أحد أو أي حكومة إيقاف التعيينات في العراق. ليش؟ لأن هو المتنفس الاقتصادي تقريبا الشبه الوحيد أمام الشباب العراقي. هسه الخريجين هذول بنسبة 90% متنفسهم التعيين، وغير الخريج احنا عندنا شباب يدخل سوق العمل غير الخريج بنسبة 40% 30% زين يبحث عن التعيين في الأجهزة الأمنية وغيرها. ليس بإمكان الدولة العراقية إيقاف التعيينات نهائيا. ليش؟ لأن ما عندنا قطاع خاص احنا. فبالنتيجة هو مو موضوع اختياري لأحد، حتى اختيار أنا أوقف التعيينات ماكو حكي، هو موضوع إجباري. ليش إجباري؟ احنا قطاع الخاص مالتنا منهار، وكان عندنا حتى قطاعاتنا اللي هي قطاعات المفروض منتجة بها مشاكل. يعني اليوم حضرتك قطاع الصناعة في العراق، قطاع هذا شبه معدوم. زين قطاع السياحة في العراق، احنا بلد سياحي لكن تنظيم للقطاع، فنادق، طرق خاصة، شركات سياحية ننظم أمورهم، هم ماكو، معدم هذا القطاع. قطاع الزراعة، احنا بلد زراعي، شركات الزراعية مالتنا ضعيفة جدا حقيقة. صحيح. العام حذفنا 5 مليون دونم من الخطة الزراعية مالتنا زين بسبب عدم وجود اتفاق مع تركيا. يعني هسه الحكومة ما تقدر توقف التعيينات؟ لا بإمكان الحكومة ولا غير الحكومة. زين.